السلام عليكم، ازيكم يا كيجي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنحل مع بعض اكزام ماس كي جي 2 ال. هنعرف ازاي نحل امتحان الماس. اول حاجه write from 80 to 100، هكتب يا كيجي من 80 الى 100. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. تاني حاجة find. طبعا العلامة دي اسمها ايه؟ اسمها بلس. طب البلس هحلها ازاي؟ 42 بلس 31، هبدأ بايه يا كي جي؟ طبعا عارفين ان احنا بنبدأ بالونس. 40 سوري هبدأ بالتو، يبقى 2 بلس 1. التو فين؟ in my mind. ال 1 on my hand. after 2 3. 4 plus 3 ال 4 in my mind 3 on my hand. after 4 5 6 7 يبقى equal 7، يبقى 73. 76 minus 56، طبعا في الماينس اللي تحت عايز يروح للي فوق. طيب انا هبدأ بايه؟ هبدأ بالونس. 6 minus 6 equal good 0، لان الاتنين شبه بعض. 7 minus 5، الفايف عايزة تروح لمين؟ 7. close my box، اقفل البوكس بتاعي. after اعد من الفايف لحد ما اوصل للسيفن. after 5 6 7، اخدت كام البوكس؟ 2. good، يبقى equal 20. but bigger than or smaller than or equal 24 82. طبعا انا هنا كاتبه الونس والتنس. طب انا هبدا هقارن ازاي من التنس؟ هعمل سيركل على التنس. 2 8، مين البيجر؟ جود 8، يبقى 82 هي البيجر. 40 40، طبعا الاثنين شبه بعض، equals. تاني حاجة what's after. what's after يعني ايه كي جي؟ جود اللي بعده. what's after 45 46. what's after 62 63. what's after 74 75. what's after 81 82. write by letter، بنكتب بالليتر. 55 هبدأ بايه؟ 50 F I F T Y جنبها 5. F I F V E يبقى 55. 29 هبدأ بإيه؟ 20 T W E N T Y جنبها 9. N I N E 94 هبدأ بال 90. N I N E T Y جنبها الفور. F O U R write the shape، هكتب اسم الشكل. اسم الشكل ده ايه كي جي؟ جود تريانجل. T R I A N G L E اسم الشكل. سكوير S Q U A R E